بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سير في الأمام. ايش بك يا اخويا؟ تليفون في ودنك قاطع ديركتوم. يصبح يتكلم بالعم، يكون ماشي في السيارة أو مثلا ربما حتى يعني زميله يخطأ خطأ، يهبط مباشرة إلى العنف وإلى السب وإلى الشتم إلى غير ذلك. بلا مشت لا من لا من، وزيد التليفون في ودنك. إيه أنا نعيش تليفون. العنف هو يرجع لعدة عوامل، يعني يرجع لعدة عوامل. أولا يرجع للمحيط اللي راه يعيش فيه الإنسان. ممنوع علينا نتجاوزوه إذا كان الخط المتقطع من الجهة الأخرى. انت عليك تقلق علاه؟ ما تقلق، لا تقلق علاه. كيفاش تجيت تسمع العنف هذا دائما؟ كولاسيون، واحد يعيط من واحد، يدير لابريسيون من الاخر، تما الانسان اوتوماتيكمون يولي بلينر. انا صمبيتي هنا في الطريق، انا ندير انا اما نقول انا ندير الكاراتي. هي تجي تريونغل، احمر ولا اخضر ولا اصفر؟ احمر، باينه بلي احمر، وفيها كيشغل سكه حديديه مرسومه من تحت. يقول داخل تريونغل الروج هذاك واش مرسوم؟ فيه حاجه صفراء، حاجه صفراء داخل، فيه صفراء وفيه سكه حديديه. فوالا، هذا الشريط موجود في طريق السريع مخصص للاسعافات وممنوع على السيارات باش.